السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عدنا من جديد، والآن عندنا حلقة مهمة جدا. اليوم سوف نتكلم عن طريقة فتح قناة بقانون 2020 بكل التفاصيل. أول هام ما نبدأ به فهو الإيميل. الجيميل يجب أن يكون برقم هاتف صالح، ويكون ليس فيه أي خطأ بالاسم والكنية وتاريخ الازدياد وكل شيء. مثلا أنا عندي هذا الجيميل سجلته خلاص، عملته بكل التعليمات، لسه فاتحه جديد. هنا لدينا الجيميل مثل ما بتشوفوا، يجب أن يكون الجيميل هكذا، ونكمل خطوات تعليمات الحساب. هنا مثل ما شفتم أنا عملت حساب، هو هذا عملته جديد. الآن لما بنعمل حساب، الحساب طريقة الحساب سهلة جدا، طريقة إعداد إيميل سهلة جدا. تعملوا إيميل جديد، بعدين بنروح، أو إيميلك أنت اللي عاملاه في موبايلك أو في اللابتوب، بنروح على اليوتيوب هكذا. لما بنمشي على اليوتيوب مثل ما شفتم، هي سهلة جدا على فكرة. طريقة فتح قناة من الهاتف سهلة جدا، ما فيهاش أي صعوبات أو أي شيء. هنا هذا حسابي مثل ما شفتم، هذا حسابي عملته. هنا بيطلع لك اليوتيوب عادي، لسه ما عاملة لا قناة ولا أي حاجة. مثل ما شفتم بنضغط على الحساب هكذا، بنضغط على هنا، لما بندخل للصفحة الرئيسية بنضغط على هنا على الحساب ده كده، أضغط عليه. عندكم قناتك استوديو يوتيوب، الاشتراكات المدفوعة، تبديل الحساب، تفعيل وضع المتصفح المخفي، بياناتك في يوتيوب، الإعدادات. إذن هعمل قناتك، يعني لازم الحساب أرجع قناة. هنا عندي اسم الحساب وكنية الحساب. أنا هعمل مثلا بالعربية، مثلا هعمل عالم صفية عالم، وأجي هنا تحت وأكتب صفية هكذا، وأعمل إنشاء قناة. سهل جدا، تم إنشاء القناة خلاص. أنا حاليا صارت عندي قناة مثل ما شفتم بنفس حسابي. دلوقتي حنمشي هنا على البارامتر هذا اللي أنا بدور لكم عليه، حنضغط عليه هكذا، إضافة وصف. بيقولوا إضافة وصف، إضافة وصف أكتب يعني محتوى قناتي، قناتي قناتي تقدم لكم مثلا، ده محتوى الوصف يعني وصف قناتك، تقدم لكم أجمل الأكلات والحلويات مثلا، على انت شو عايزة تعملي، او التجميل، والتجميل مثال هكذا. واتمنى ان تعجبكم. سهلة جدا. اعمل حسنا، هذه حسنا، نعمل حسنا. خلاص عملت وصف للقناة، عملت كل شيء. حاليا
هضغط على ثلاث نقط دول اللي هنا فوق مثل ما شفتوا هادول، اعمل الاعدادات، اعدادات عامة، تشغيل التلقائي، المحتوى الذي تم تنزيله، مشاهدة على التلفزيون، الاشعارات، حسابات مرتبطة. ده ما عندناش هام، المهم احنا حصلنا حالا على قناة مثل ما شفتوا، خلاص صارت عندي قناة، ما صارش عندي حساب عادي، صارت قناة حاليا مثل هكذا، صارت قناتي. حنروح على الكروم، الجوجل كروم هو ده، نضغط على الجوجل كروم، سهلة جدا. نمشي على جوجل، حضغط على اسمي اللي هنا اللي انا بدور لكم عليه هكذا، اضغط على اسمي اللي مكتوب هنا زي ما شفتوا، هو هذا حسابي، هعمل إدارة حسابك على جوجل دي، هضغط على إدارة حسابك على جوجل، هضغط عليها، عندي مرحبا عالم صفية، ده إدارة حسابي، يعني كل معلومات اللي بتتعلق ببيانات حسابي، عندي هنا المعلومات الشخصية مثلا الاسم، تاريخ الازدياد، كلمة المرور، معلومات الاتصال، كل شيء هنا، هنا البيانات والتخصيص، عناصر التحكم، بدء الاستخدام، كل ده، الأمان، ده أهم شيء فهو الأمان، الأمان، كلمة المرور، استخدام هاتفك لتسجيل الدخول، ضروري ومؤكد، نستخدم هنا نعمل رقم الهاتف اللي احنا فاتحين به القناة، التحقق بخطوتين ضروري ومؤكد، هذا كذلك، هنا طريقة التحقق من هويتك، يعني يجب وضع رقم هاتف هنا، فين بتشوفوا هنا، يجب وضع رقم هاتف، رقم الهاتف لاسترداد الحساب، إضافة رقم هاتف جوال لاسترداد الحساب او بريد الكتروني يعني ايميل باش ترجعوا الحساب لا تشفر لكم ولا طرات لكم شي حاجه. كما كتشوفوا معايا هنا الاجهزه كيعطيكم باش داخل هذا الحساب، وصف تطبيقات الاقل الاقل امانا ضروري ومؤكد، هنا ضروري هذا يكون مفعل، انا عندي غير مفعل لان قناه جديده، طبيعي انه يتفعل، كل المسائل دي تتفعل، ده هام. هنا عندنا الأشخاص، هذه الأشخاص والمشاركة، جهة الاتصال يعني معلومات جهة الاتصال من أجهزتك، المحظورة، الناس اللي مش عايزها تشوف قناتك أو حاجة زي كده، يعني ده مش مهم، المهم عندنا هو الأمان اللي وريتكم، ويجب ضروري رقم هاتف، هنا نضع رقم الهاتف، هنا نضع التحقق بخطوتين، وهنا عندي البريد الإلكتروني أو رقم هاتف لاسترجاع الحساب من غير الرقم الهاتف اللي حطيناه هنا تبع اسم الحساب اللي هو تابع للقناة. خلصنا حالا من جوجل، حنروح على استوديو يوتيوب، استوديو يوتيوب موجود، استوديو يوتيوب تابع للقناة، انا حوريكم هنا، نرجع على جوجل، هكذا واكتب استوديو يوتيوب، موجود استوديو يوتيوب على الجوجل كروم، وموجود استوديو يوتيوب على الهاتف، حوريه لكم كمان،
ستوديو يوتيوب. هنا بنكتب ستوديو يوتيوب، هو هذا الأول يوتيوب ستوديو أو ستوديو يوتيوب. أضغط هنا هي سهلة جدا فتح القناة، بس حوريها لكم بكل تعليمات والقانون 2020. قانون 2020 ما بكتب عمليش نهائيا الأدسنس أو بتتسجلي في الأدسنس حالا إلا لما بتكمل الشروط اللي هم 1000 مشترك والأربعة آلاف ساعة، وبعدها بتتسجلي على الأدسنس. هنا عندنا المزيد من المعلومات لأني أول مرة حدخل على استوديو يوتيوب. هنا أهلا بك في يوتيوب، نعمل التالي التالي. مثل ما شفتم هذا هو استوديو يوتيوب الخاص بقناتي. عفوا رجعت. اللي عليه كل اعدادات قناتي. هو هذا، نعمل عن طريق البحث في جوجل كروم على هاتف استوديو يوتيوب هكذا، وراح يدخلنا على طول على استوديو يوتيوب اللي هو تابع ازاي نشوف مشاهداتنا والخصوصيات وكل شيء. حتى اللي عامل قناة يرجع يعمل التعليمات دي عشان يتأكد انه مخصص القناة، ضروري ومؤكد تخصيص القناة. لو ما خصصتون القناة فراحت عليكم طبعا، يجب المحتوى ان يكون مخصص. هذه لوحة البيانات الخاصة بالقناة اللي احنا فتحناها حاليا وحنكمل كل اعداداتها. هنا عندي الاخبار، احصاءات حول القناة، مشتركون حاليا، كل شيء بيطلع لنا هنا. حالا عايزة اخصص قناتي، حروح على الاعدادات اللي هي دي، حرجع معكم عشان تشوفوا اللي هي دي اللي مدورة هنا اللي حطيت عليها الفرشة دي، هضغط عليها. هنا عندنا إعدادات العامة، عندي هنا الاسم اللي هو حق المالك اللي هو أنا. هنا عندي الإعدادات العامة، عندي دولار أمريكي. هنا عندي القناة مثل ما شفتم، البلد يجب أن أعمل المغرب هكذا. وهنا عندي تخصيص القناة مثل ما بتشوفوا، هنا هعمل المغرب. ها هو المغرب. هنا تخصيص القناة مثل ما شفتم، هنا بيكتبوا لك تخصيص قناة، يعني يجب أن تخصص قناتك يا من هنا أو الإعدادات المتقدمة. هذه هي أهم حاجة عندنا في القناة لما نريد نفتح قناة. هنا عندنا الجمهور مثل ما بتشوفوا، هل تريد تصنيف قناتك على أنها مخصصة للأطفال؟ هنا عندنا ثلاث اختيارات، نعم أريد تصنيف هذه القناة على أنها مخصصة للأطفال إذا كانت محتوى مخصص للأطفال. هنا لا أريد تصنيف هذه القناة على أنها مخصصة، أنها غير مخصصة للأطفال، فأنا لا أحمل مطلقا أي محتوى مخصص لهم. والثالثة دي أريد مراجعة هذا الإعداد لكل فيديو على وحدة، لا لازم نعمل لا أريد تصنيف هذه القناة على أنها غير مخصصة للأطفال، لأنه أنا المحتوى عندي مش مخصص للأطفال. هذه هي تخصيص قناتك أول هام
ضروري ومؤكد بأول ما نفتح القناة لازم نعمل لا أريد تصنيف هذه القناة على أنها مخصصة للأطفال، طبعا إذا هي مش مخصصة للأطفال مثل ما شفنا نعمل لا أريد تصنيف هذه القناة على أنها غير مخصصة للأطفال، ونعمل حفظ. هذه أول مهمة بنعملها في فتح القناة، تم حفظ الإعدادات. خلاص الاس ده اللي هو ده هنا حطيت عليه الفرشة، هو ده الاس ندخل له، هو اللي بورينا الساعات وعدد المشاهدات وعدد الاشتراكات اللي عندنا في القناة. هنا عندنا ما من مشتركين ما من ساعات مشاهدة علنية، لازم نضغط على إعلامي عندما أصبح مؤهلا، إعلامي عندما أصبح مؤهلا أضغط عليها. سنرسل إليك رسالة إلكترونية عندما تصبح مؤهلا لتقديم طلب، يعني عندما أكون مؤهل كملت 1000 للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب يجب أن تكون قناتك قد حصدت على الأقل 4000 ساعة مشاهدة علنية خلال آخر 12 شهر وجذبت 1000 مشترك أو أكثر، وستخضع قناتك أيضا للمراجعة للتأكد من توافقها مع سياسات تحقيق الربح في اليوتيوب. هذا نضغط هنا لما بنبدأ نشترك، ما من مشتركين ما من ساعات عندي. هنا المكان هذا بيكونوا الفيديوهات، هذا بيكونوا الفيديوهات مثل ما شفتم. أنا قناتي فاضية لسه فاتحها، هنا عندنا المشاهدة مثل ما شفتوا، وهنا بتكون التعاليق مثل ما شفتوا بيوروكم عدد المشاهدات كل شيء. هنا التعاليق يلي بيكتبوها لنا الناس لما بتشوف المحتوى او الفيديو اللي احنا عايزين ننشر. والفيديو القادم ان شاء الله حوريكم طريقة ازاي ننشر الفيديو وازاي نعمل فيديو على القناة، سهل جدا. هنا عندي الصورة، هنا مكتوبة قناتك تبديل حساب مثل ما شفتوا مكان الصورة، او عايزين تغيروا صورة القناة مثل ما شفتوا هنا الصورة، تضغطوا عليها هكذا وتدخلوا على قناتك. مثل ما شفتوا يعني سهلة جدا ما فيهاش صعوبات، بس ضروري وواجب ان نخصص القناة. هنا عندي الصفحة الرئيسية، الفيديوهات وقوائم التشغيل. يعني خلاص عملنا كل شيء. يمكن اذا عايزين تغير الصورة حوريكم طبعا التغيير الصورة في الـ في الـ في القناة، ازاي تعملوا تغيير الصورة، ازاي تعملوا السجل، ازاي كل شيء ان شاء الله حوريه لكم. بس اهم شيء اللي احنا عملناه اليوم هو مثل ما شفتوا تخصيص قناتك وفتحها بقانون الجديد اللي هو 2020. الفيديو القادم ان شاء الله حوريكم ازاي تعملوا حسابات، ازاي تتبادلوا، ازاي تعملوا محتوى في قناتكم، ازاي تحملوا الفيديو، في ان شاء الله حاجات كثيرة معايا، وان شاء الله نكون استفدنا واستفدتوا معايا. ومثل ما شفتوا طريقة سهلة ما فيهاش حاجة اللي هي مش باينة، كل شيء واضح وباين. اذا عملنا كل شيء، هنا بنروح على اليوتيوب، سهلة حتى الصورة لو عايزين تعملوها تروح على الكروم طبعا، تروحوا على قناتكم على الجوجل مش القناة، وتدخلوا على حسابكم وتعملوا صورة مصغرة. لا هنا في إدارة حسابك تضغط على الصورة، هنا شفتوها
تضغط على الصورة وبيقولوا لك اعمل اي صورة من عندك لا تعملها هنا، وتعملوا حفظ وخلاص بتتغير الصورة للقناة. موضوعنا كان سهل، اتمنى ان يعجبكم ان شاء الله وباذن الله، وحوريكم طريقة ازاي تعملوا حسابات، ازاي تخصصوا، ازاي وازاي. احنا خصصنا النهاردة القناة طبعا مع بداية فتح القناة بالطريقة الصحيحة، ما فيهاش ولا حاجة نهائيا. وريتكم كل شيء، رقم الهاتف والاسم والعنوان، كل شيء لازم يكون إليك وصحيح بالاسم والكنية وكل شيء. خلاص احنا حالا عندي قناة عايزة احمل فيديو، ادخل على دي المكان ده اللي عليه الكاميرا دي، اضغط عليه كده لو عايز احمل اي فيديو من الهاتف، اكون عاملاه خلاص كامل بهذه الطريقة. بتدخل والفيديوهات، انا ما عنديش فيديوهات، لو عندك اي فيديو بتضغط عليه وبتحمله طبعا، وتعمل له عنوان وتحطه. هذا كل شيء سهل جدا. اتمنى ان اكون افدتكم وان اكون استفدتوا معايا في الحلقة دي، وان شاء الله حوريكم طرق عديدة وكثيرة لازاي بنفتح قناة، وبالتوفيق للجميع. وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا دعم القناة، وإلى اللقاء.